وليد أزارو هو يعني نجم الشهر من خلال رأيكم، من خلال كمان كابتننا ومن خلال أرقامه كمان. كل شهر هنعمل ده، الأهلي عنده 5 مباريات في شهر سبتمبر، تابعونا من دلوقتي، خليها رقمية، ما تبقاش قلبك بس، خليها رقمية عشان كل واحد ياخد حقه. هنعمل كمان في ملعب الأهلي مسابقة محلل الشهر، هتبقى مكافأة كابتن حمادة، خلي بالك كابتن شريف كابتن عادل، يعني هنقسم من خلال رأي الناس، هنقسم من خلال رأي الناس عشان ما نعملش فورتينا بينا. كابتن عادل شرفتني. شكرا يا كابتن. في حاجة عايز تقولها حضرتك؟ لا بس أزارو كان عليه طبعا الإصابة كانت قوية جدا، ومع ذلك كمل المباراة والمباراة اللي بعديها كان بيلعب، فدي برضو دي روح الفانيلا الحمراء. كابتن حمادة شكرا. لو حضرتك عايز حاجة تقولها؟ كلمة برضو لأزارو، من المهاجمين اللي عنده قدرات دفاعية قوية وبيهدف، فده بيديله ميزة كبيرة جدا طبعا كراجل هداف وسعر. تمام مشكورك حبيبي كابتن حمادة. انت أكتر واحد فينا تعرف أزارو، عملوه كويس وافهموه كويس وخلوا نفسيته كويسة، هيديك قد كده 10 مرات. القدرات مطلوبة والمهارة مطلوبة، لكن ده كمان مطلوب. تصبحوا على خير، أشوفكم بكرة بإذن الله على خير في نفس الميعاد الساعة 11، وحلقة إن شاء الله الرحمن تكون مهمة جداً.